الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا لا يتسع المقام لذكر كثير منها، وإنما أذكر بعضها.
كتاب الله علمنا نحن الأمة الإسلامية أننا لسنا وحدنا في هذا الوجود، وأن الله شاءت مشيئته أن يخلق الناس هكذا مختلفين، وأن من مخالفة قانون الله في الكون في الطبيعة أن يحاول الإنسان تنميط الناس أو توحيدهم في فكر واحد. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أي لو شاء الله لجعل الناس نمطا واحدا وعلى ملة واحدة، لكن اقتضت مشيئته، اقتضت شيئا آخر، فكان الناس مختلفين، وهؤلاء الآخرون هم شركاؤنا في الأرض، نتعاون معهم ونتعايش معهم ونبلغهم رسالة ربنا ونعرفهم، ولهم بعد ذلك أن يختاروا ما يشاءون. كتاب ربنا هو الذي ضمن للناس جميعهم حق الحياة، إن الحياة حق ممنوع من الله عز وجل، والله تعالى يعطي الحياة لمن يؤمن به ولمن لا يؤمن به. وحينما دعا إبراهيم عليه السلام لأهل مكة بأن يرزقه من الثمرات، قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. دعا أن يرزق الله من الثمرات من آمن، فأجابه الله تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وليس المصير. أي أن الله أجاب بأن الله لن يحرم حق الحياة حتى من الذين يجادلون في حقيقة وجوده أو يكفرون به. وهكذا تعلمنا من هذا الدين أن الأغيار، أن المخالفين لهم حق في أن يستمروا في الحياة وأن لا يعتدى عليهم في حياتهم وفي وجودهم. تعلمنا من كتاب ربنا أننا ننظر إلى الأديان كلها في أصل النسبة أنها دين أديان من الله سبحانه وتعالى، وأن الأنبياء هم أخوة لعلات، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديننا هو الذي جسر الهوة التي كانت قائمة بين أهل الأديان، هذا الدين هو الذي قطع كل الخلافات التي كانت موجودة حينما ذكر الله سبحانه وتعالى موسى، ذكره ذكرا كثيرا 136 مرة بالاسم، وذكر موسى بالوصف 50 مرة، ثم كان يثني عليه، وكان ينهى المسلمين عن التطاول على النبوات، وقال لهم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ودافع القرآن عن مريم وقد قيل فيها ما قيل، وقد قال عنها الحق سبحانه وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ودافع كذلك عن عيسى عليه السلام، وذكر القرآن عيسى 25 مرة باسمه، وذكره 20 مرة بالوصف. وتحدث القرآن عن جميع الأنبياء بما يستحقون من التبجيل، وعلم المسلمين أن يحترموا هذه المقدسات، علم المسلمين أن يحترموا هذه المقدسات، بل إن الإسلام لا يكمل إلا بالإيمان بجميع هذه النبوات. المسلم لا يكون مسلما، المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا آمن ب25 رسولا، سواء علمهم بالتحقيق أو لم يعلمهم، فيجب أن يعلم بأن هؤلاء الرسل، أي من الذين ذكروا في القرآن الكريم، هم رسل، وأن لا ينازع في ذلك. ولذلك نحن لا نسيء إلى نبي من الأنبياء، لا نتخذ أي نبي موضعا للهزو والسخرية، لا نطلق ألسنتنا في هؤلاء الأنبياء، بل إننا نلغي هذه الفروق. إذا كان بعض الناس قال إن اليهود قتلوا عيسى فإن الله برأ اليهود من هذا، وكانت هذه مشكلة بين اليهود والمسلمين، قالوا ما قتلوه وما صلبوه، فألغى هذه. وإذا كان الله تعالى تناول كل هذه الأشياء، أي ما قيل في موسى وما قيل في عيسى وما قيل في يوسف، فمن أجل أن يظل هذا الجرم ظاهرا،
ثم إن هذا القرآن دافع عن كل الديانات، ودافع عن وعلمنا أن نكون إنسانيين في التوجه إلى المظالم، أن نكون إنسانيين في التوجه إلى المظالم التي وقعت لأهل الديانات. نحن دافعنا عن الناس، القرآن دافع عن القرآن تحدث عن بني إسرائيل وهم تحت سلطة فرعون، وتعاطف معهم وبين الله تعالى أن إرادته كانت أن ينقذ بني إسرائيل من ظلم فرعون. وقال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم. إذا فهذا كتاب الله يتعاطف مع مظالم بني إسرائيل التي وقعت لهم، ويتعاطف مع النصارى حينما أخذوا وأحرقوا في جنوب الجزيرة العربية. وقال الله تعالى: قتل أصحاب الخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمن شهود. وتعاطف المسلمون والقرآن كذلك مع النصارى حينما هزموا على يد الفرس ويبتغون في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فإذا القرآن لم يجافي أناسا لأنهم يخالفون، لم يجاجه أناسا لأنهم لا يشارعون فكرة. فلذلك قلت إن القرآن يعطينا هذه الدائرة العامة التي نتعامل بها مع الجميع، مع كل الديانات، ونحترم جميع الديانات. إذا نحن ننظر إلى هذه الديانات أن لأهلها حقوقا علينا. المسلمون هم الذين استطاعوا يصلوا إلى أن ينشئوا لهم علما خاصا، هو علم السيرة، مش علم السيرة النبوي، علم السيرة، وهو علم يضبط حقيقة العلاقة بين المسلمين وغيرهم، ويبين ما للآخرين من حقوق علينا حتى لا نظلمهم. ولذلك عاش هؤلاء الذين كانوا يخالفوننا، عاشوا في سعة، وعاشوا في رغد من العيش، وعاشوا محترمين. إذن هذه الصورة يجب أن ننقلها إلى الآخر. إذا كان هناك من يريد أن يعطي صورة أخرى مشوهة أو صورة في احتراب أو تعطش إلى الدماء، فهذا تاريخ طويل. نحن لا نتحدث عن لحظة، نتحدث عن التاريخ الطويل. أما السؤال الثاني وهو سؤال عن القيمة المضافة التي يلقيها ويأتي بها هذا الدين حينما يوجد في أوروبا، ما هي القيمة التي نمثلها نحن؟ هل نحن لسنا إلا أناسا نعيش على فتات الآخرين وعلى طعام الآخرين؟ هل نحن عبء عن الآخرين؟ هل نحن مشكلة من مشاكل الآخرين؟ هل نحن عقبة في طريق نهوضهم؟ هل نحن نمثل بالنسبة إليهم الذعر والخوف؟ أبدا. يجب أن نعيدهم أيضا إلى الحقيقة ونقول: نحن أتباع دين، هذا الدين هو دين من ميزته أنه يحمي الجميع. نحن لا نتحدث عن حماية الإسلام للمسلمين، لا، نحن نتحدث عن حماية الإسلام لغير المسلمين. والله تعالى يقول: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بمعنى أنه لولا ظهور الإسلام ونشوءه لهدمت المعابد والكنائس والإسلام. بمعنى الإسلام حينما دعا وقوى الإيمان بالله، حينما قوى الإيمان بالله، فإنه قد حمى الإيمان الذي عليه المسلمون، وحمى أيضا الإيمان الذي عليه اليهود والنصارى. الظل الإسلامي كان وارفا، كان واسعا، فاستفاد منه الجميع. لم يظلم الإسلام أي أحد، ولم يحمل أحد على أن يترك دينه. عاش الأوروبيون، عاش المسيحيون، عاشوا في الحقيقة مستريحين في بلادنا. في الشرق العربي في زمن المأمون كان عندنا 11,000 كنيسة، 11,000 كنيسة إضافة إلى المعابد الأخرى، كانت محمية بالفقه الإسلامي وبالسلطة، ولم يكن بإمكان أي إنسان أن يعتدي على كنيسة أو يحدث فيها شيئا، لأن الجميع كان يكون ضد الدولة والجمهور والشعب، وكل المؤمنين يقولون إن هذا اعتداء. عمر الخطاب هو الذي وضع أول دستور للكنائس، كيف يجب أن يتعامل معها، وكيف تحترم، وكيف لا تضايق، وأشياء من هذا القبيل لا يتسع المقام لذكرها. إذا فنحن حمينا هذا. ولذلك لاحظوا أنه حينما ضعف الدين في جهة من الجهات وقع البلاء، حينما تمكنت الأنظمة الإلحادية في بلاد في الاتحاد السوفيتي، لم تبقى كنيسة ولم يبقى رهبان، كل
شيء دمر. انتهى الأمر حينما تمكنت أيضا القوة النازية في 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 ألمانيا، اعتدت على المواطنين، اعتدت على اليهود بسبب يهوديتهم ونصبت لهم محارق. هؤلاء أحرقوا بسبب خلاف ديني أساسا، وإن كان يأخذ طابعا سياسيا. نحن أيضا نعلم أنه حيثما تمكن الأغيار كان الظلم. حينما تمكن الهندوس الآن، البوذيون الآن في 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 ميانمار، تقع مجازر الآن للروهينجا. نحن لم نعيش هذه الحالة، عشنا دائما متوحدين منسجمين متفقين، ونحن هذا ديننا يأمر بهذا. إذا فهذا الأمر الأول. ثم إننا حينما جئنا إلى هذه البلاد وفي إطار التواصل الذي كان موجودا والتواصل لم ينقطع، جئنا إلى هذه الأرض إلى إسبانيا كنموذج، جئنا بحضارة، جئنا بشيء عظيم جدا. وأفضل ما جيء به وأفضل ما تفتخر به إسبانيا هو مما فعله المسلمون. المسلمون الذين كانوا على درجة عالية من الفن ومن الحضارة، لا زال مسجد قرطبة مفخرا لمفاخر الدنيا. مسجد قرطبة بأعمدة التي تتجاوز 1400 عمود، وبطريقة بنائه، بما فيه من علو، بما فيه من أقواس مزدوجة، والآن يدرس في 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 كل الأماكن في الهندسة. هناك أيضا جمال أضافه المسلمون، الحدائق التي أضافوها، الحديقة التي جاءوا بفكرتها من المشرق، حدائق كثيرة هي الآن موجودة، والآن مزارات للسياح. هناك فنون كثيرة أضافها المسلمون في الأرض. إذا أقام المسلمون في هذه الأرض فقد أعطوا الكثير. أضف إلى ذلك ما أعطوا في الفكر، في العلم، في الفلسفة، في الشعر، في الأدب، حتى أن المغرب الأندلسي هو مفخرة للإنسانية كلها. الشعر الأندلسي واحد من مفاخر الدنيا، شعر إنساني كبير. لو قرأت لشعرائه، ابن زيدون ولدراج القسطلي وللرمادي ولابن أيحيى بن حكم الغزال ولغير هؤلاء، ستقرأ شعرا إنسانيا عاليا. ليس سهلا أن يكون الناس في مثل هذا، في درجات العلم كابن حزم الشاطبي ومجموعة من العلماء الذين لا يعدهم الحصر. إذا وجودنا وجود كان مفيدا، كان إضافة للإنسانية، لأن هذه العبقريات التقت، العبقرية الأوروبية الإيبيرية والعبقرية العربية والعبقرية الأمازيغية، اجتمعت وانسجمت في هذا النطاق فأعطت هذا المكون العجيب الذي هو. إذا نحن لسنا معرضة ولا عيبا، ولذلك نحن نريد أن نحافظ على هذه الصورة ونقول للناس إن وجودنا دائما كان مقتلا بالبذل والعطاء. إذا هذه إجابة عن سؤالين. السؤال الأخير وهو ما هو موقفنا من العنف؟ نحن نقول إن العنف هو آفة هذا العصر الذي يتم في عند المسلمين وغير المسلمين، ولكن المسلمين يجب أن يقاوموه، لأن دينهم دين قوي لا يحتاج إلى عنف. نحن لنا من الحجة ومن قوة الدفع في هذا الدين ما يغنينا عن أن نكون أن نمارس العنف. هذا العنف بطرق التي يتم به ليس مشروعا أبدا، لأن الهجوم على الأبرياء استغفال الناس ليس من شيم المسلمين أبدا، لأن هذه العملة لو راجت لكنا نحن ضحاياها. لو كان العالم كله يتعامل بالتفجيرات وبالقتل، لو كان العالم تبنى هذا لكنا نحن الضحايا. نحن أيضا لنا مساجدنا يمكن أن تهاجم، نحن نجتمع في عرفات بالملايين، يمكن أن نقبل بهذا؟ لا أحد يقبل بهذا، لنتصور أن هذا يعم ويشيع، إنها فوضى سيدخل في العالم. نحن ندعو دائما العالم إلى أن يناقش هذه القضايا بهدوء، وأن نناقش القضايا من مستوياتها كلها، سواء كانت مستويات سياسية أو دينية. ولا بد لنا من هذا الأمر، لا بد من مرجع، من عودة إلى هذا الأمر. إذا فهذا الأمر يجب أن لا نصر به، ولا نعتقد أن شيء مما يتم له صلة به. هؤلاء الذين يمارسون العنف في بعض المرات يجب أن يبحث في حياتهم، ليسوا علماء، ليسوا خريجين من أعهاد علمية،
ولذلك نقول للذين يتصيدون هذه الفرصة ليهاجموا الدراسة الشرعية لا تخطئوا، لا تخطئوا، إن الشريعة الإسلامية وإن العلوم الإسلامية هي الضمانة لئلا يستفحل هذا الأمر. إن الحصانة وأن نعلم الناس دينهم لا أن نجعلهم يعيشون في فراغ، لأن الفراغ يمكن أن يعبر بكل شيء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله كما ينبغي لجلاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. أيها الأخوة، إن الجواب على الأسئلة التي ذكرتها وغيرها من الأسئلة، لا يجوز أن يستمر دائما جوابا نظريا وقويا، بل يجب أن نتجاوز النظر إلى الفعل. أي إن الأمة المسلمة الآن مطالبة بأن تنجز في واقعها ما تجيب به عن هذه الأسئلة المطروحة. نحن أمة يجب أن نجلي حقائق الإسلام فينا، في نفوسنا، في تعاملنا مع بعضنا، في تعاملنا مع غير المسلمين، لنثبت بأننا عنصر فعال وإيجابي. هؤلاء الآن الآباء الذين جاءوا إلى هذه الأرض، والجيل الأول الذي جاء إلى الأرض، أعطوا ما كان بإمكانه أن يعطيه. حينما جاء المسلمون إلى الأرض، جاءوا وهذه الأرض نفسها كانت في حاجة إليهم، في ظروف صعبة اشتغلوا، في ظروف صعبة اشتغلوا، واشتغلوا في حماية هذه الأرض ضد النازية، وبدلوا ما استطاعوا أن يبدوا. وكان هذه أجير أخرى تلتهم الآن، هي الآن مطالبة بأن تعطي في مستوى آخر وعلى نمط آخر. يجب أن نشعر الآخرين بأن البلد الذي نعيش فيه يعنينا أمره. نحن لسنا مضافين إلى بلد، نحن لسنا مقحمين، لسنا غدة زائدة في جسم، نحن جزء من هذه الأرض، نحن جزء من هذه الأرض. كان علماء المسلمين، كان العلماء الأندلسيون خاصة، إذا رأوا أن شخصا أقام في بلد 5 سنوات ينسبونه إليه، ينسب إلى إنسان إلى بلد إذا أقام فيه 5 سنوات. لكن الذي يأتي ويكون له جد في هذا البلد وأب وأبناء جزء من هذا البلد، وله جذور وله صلة ثقافية بجهات أخرى، ولكن أمر هذا البلد يعنيه. فيعنينا أن تكون هذه البلاد مطمئنة، ويعنينا أن تكون سعيدة، ويعنينا أن تكون هذه البلاد متطورة ومنتجة. نحن لا يجوز أن نسهم في تخلف هذه البلد في هذا البلد، أو في إزعاجها، أو في زعزعة استقرارها، لأننا جزء منها. يعني ومن وراء هؤلاء أناس ورجال ونساء وأطفال يعيشون في ظل هذه البلاد وما بظل ما هو متاح له. فيجب أن نشعر الآخرين أن لا ينظروا إلى المسلم على أنه مضاف أو مقع أو أنه إنسان ينتظر أن يرحل. يجب أن نزيل هذه القضية من الأساس. يجب أيضا أن نرفع من مستوى الحضور الذي نحضره الآن. نحن نحضر الآن بفضل الله تعالى بسبب وجودها المساجد، والمساجد لها فضل كبير على المسلمين. لو المساجد كان أمر آخر، جمعت الشتات وجمعت الناس، ولكن يجب أن ننطلق من هذه المساجد للترقية. أبناؤنا يجب أن يكونوا في مستوى مناسب، يجب أن يحتلوا أماكنهم التي يستحقونها. إن علماءنا الذين حضروا أثبتوا وجودهم بالمعرفة، كان منهم ابن رشد، كان منهم فلان وفلان وفلان، فبالمعرفة أثبتوا وجودهم واعترف العالم بهم. يجب أن يعترف العالم بنا بمنجزاتنا العلمية. أبناؤنا لا يجوز أن ينقطعوا عن الدراسة لأنهم يبحثون عن السوق، أبدا، نحن حملة رسالة. أبناؤنا يجب أن يتوجهوا إلى الخدمة المعرفة، أن ينضموا إلى البرامج العلمية، إلى الجامعات، أن يتعلموا هذه اللغة، أن يترجموا من الإسبانية إلى العربية، من الإسبانية إلى الفرنسية. يجب أن يكونوا حاضرين ومشهود لهم بالكفاءة، يجب أن يكونوا حاضرين في كل المنتديات وفي كل المؤسسات التي تكون المجتمع. المجتمع كان في مؤسسات علمية، مؤسسات حقوقية، مؤسسات نسائية، في كل المؤسسات. أما أن ينعزل المسلمون في أنفسهم بينهم ويكونوا في المساجد، يكون
ويشتكون من الغيب فهذا لا يمكن الشعر. يجب أن يدخلوا وأن يفهموا، يجب أن يقرأوا ثقافة البلد وما عليه البلد، ويجب أن يحسنوا الرد، ويجب أن يعرفوا دينهم ويعرفوا ثقافتهم، وأن يكونوا هم الذين يتولون هذا الحوار. إننا مطالبون الآن بحوار، لكن الحوار لن يكون حوار الصم، سيكون حوار العقلاء الذين يسمعون ويفهمون. ولذلك أبناؤنا يجب أن يكونوا من هذا القبيل. حينما تكون هناك أيها الأخوة أعمال يفهم فيها الإنسان الآخر بأننا صالحون وأننا منتجون، يجب أن نشارك فيها. هناك أعمال اجتماعية يجب على المسلمين أن لا يفروا منها، نحن يجب لا ننسحب. هناك مؤسسات للعاجزة، هل نهتم بها نحن؟ يجب أن يقال يوما ما إننا جمعنا في هذا المسجد كما نجمع للمساجد في اليوم الجمعة المقبل، سنجمع مبلغا من المال نعطيه للعاجزة الموجودين فيه. هذا هو أسلوب الخطاب الذي يجب أن نخاطب به. هؤلاء عاجزة ليسوا مسلمين، ولكنهم الإسلام أعطاهم حقهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن لأهل بيت من اليهود رتب لهم جراية. أهل البيت من اليهود كانوا فقراء ورتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم جراية. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لأهل مكة، بعث إليهم 500 دينار في عام المجاعة وهم أعداؤه، وأمرهم بأن يوزعوها في الفقراء. هؤلاء ليسوا خصوما لنا بهذا المعنى، فلذلك يجب أن نشترك معهم في هذه المشاريع الاجتماعية. إذا كانت هناك حملة للنظافة يجب أن يكون المسلمين حاضرين، المسلمون حاضرين. إذا كان هناك حملة للتسجيل يجب أن لا ننظر إلى الآخر يكون نحن لا يعنيناه ونحن نشغل له الجمع، لا، هل يجعلنا بمأس المجتمع؟ المجتمع قادر على أن يعاقبنا حينما يقول لنا أنتم لستم منا، سنضع لأنفسنا ولأبنائنا أشواك في الطريق. يجب أن نعطي دائما الدليل على أننا من المجتمع. حينما يقول بعض المجتمع المسلمين الآن في الأسئلة إن المسلمين لا يجوز لهم أن يتبرعوا بالأعضاء لدى المسلمين، الأعضاء الناس يتبرعون بها لدى المسلمين. من يقول هذا؟ يقول هذا الكلام فقيه لدى بلاده. لماذا؟ لأنه يرى الأمر هكذا، ولكن في الوقت نفسه يقال إن المسلمين هم الذين يستفيدون من أعضاء غير المسلمين. 40% في بعض البلاد 40% من المستفيدين هم من المسلمين. كيف؟ من يقبل هؤلاء المسلمين؟ إذا كانوا يأخذون من أعضاء الآخرين ولا يرونها حراما، وإذا أرادوا أن يتبرعوا قالوا إن حرام، هذا دين فيه انتهاز، من يقبل بك؟ لا أحد يستطيع أن يقبل بك، حينئذ ستقطع الطرق وستغلق الطريق. أبدا، هذا كله ليس سليما وليس صحيحا. إذا أيها الأخوة، نحن يجب أن نكون فعلا عمليين. نحن ماشي شغلنا الشعر فقط هو أن نكون هنا في المسجد، لا، أن ننفتح على العالم، على من حولنا، أن نشارك في كل ما هو اجتماعي، كل ما يعين، كل ما يعطينا صورة الذين يعيشون في المجتمع. أما أن ننتظر من المجتمع أن يعطينا دائما التعويضات وأن يعطينا وأن يعطينا، فهذا ليس هو أسلوب المواطنة. نحن نتحدث عن مواطنة يجب أن تقوم المساجد بنشر هذا الخطاب. كفانا أن نرد على أنفسنا بالقول وأن هذا نحن قد ظلمنا، لابد أن نرد ردا عمليا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا ورشيدنا وأن يوفقنا إلى صالح الأعمال، وأن يجمع بين قلوب جميع المسلمين، وأن يرفع العنة والضيق عنهم، وأن يرفع من هذا المستوى مستوى الأمة الإسلامية تجابها به هذه التحديات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.